لعبة حلوة قوي. لا كفاية ماما لو شافتنا هتمرمطنا حرفيا. الله ايه الحلوة دي، امي لو شفتي جمال كده يا حبايبي يا خلاصي. لا لا ايه يا ماما، ايه ماما ايه الحلوة دي، ايه الحلوة، ايه الجمال ده. نضيف الأوضة حقانا ماما، مكناش نقصد عادي. الأوضة تتنضف حالا. انتوا شايفين ان انا بتعب؟ مش شايفين؟ على فكرة بابا حاجتك سهلة موت، يعني احنا بنروح المدرسة وبنتعب ونروح في الحر وبنيجي من الحر، وساعات لما نروح في الشتا بيبقى في مطر، وبنذاكر، وكفاية ان احنا اصلا بنلعب، يعني اللعب ده برضو بيوجع لنا ايدينا. لا لا كتر خيركم يا حبايبي قوي والله، كتر خيركم. بتتعب، الأوضة تتنظف حالا. الأوضة دي أغمض عيني أفتح تتنظف حالا. مش منظفينها يا ماما. طب أنا عندي فكرة، إيه رأيكم بقى؟ إيه هي يعني، أنت قلت لنا إيه رأيكم بقى، ما قلتيش حاجة لسه. طيب هنعمل تحدي إن إحنا هنبدل الأدوار. طبعا طبعا طبعا. مش عارفه انتوا مالكم كده، مفيش، احنا مبسوطين طبعا ان احنا نبدل الادوار. يعني ده انا نفسي ابقى ماما وانا هبقى بابا. طب اديكم بالشباشب. طب انا هنادي لكم بابا دلوقتي. محمد في ايه مالكم صوتكم عالي كده؟ الجيران سمعتكم على فكره، يعني مش فاضيين نروق الاوضه. فانا قلت لهم هيعمل تحدي خلاص ان احنا هنبدل الادوار، وندى هتبقى بابا وانا هبقى مريم وانت هتبقى ندى وانا هبقى ماما. لا خلاص انا سوري، بس انا مش هبقى ندى، ده انا هتعذب حبيبي بابا عشان عارف حاسس بيا. حاسس بيكي ايه يا حبيبتي، انت اصلا ما بتعمليش حاجه في حياتك. وانتوا بقى هتقوا بنات، هديكوا بالشباشب. الحمد لله انا مش هبقى بناتك. ندى هاتي العصير ده حطي مكانه. طيب خلاص يلا نبدا الفيديو. تمام يلا هننزل تحت الاول. يلا نقعد. تمام بما اني ماما وبابا طبعا انا هقعد هنا، انا ومريم. 1 2 3 يلا استني، فين الكاميرا؟ الكاميرا عشان واسع 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 الكاميرا. كاميرا تمام يلا عشان نبدا. هاي لا استنى ماما هي هتقول. يلا هاي عاملين ايه؟ انا عامله لكم فيديو عن يوجا تبادل الادوار. انا مش راضي عن الفيديو ده. انا ماما والله ده بابا، وماما هتبقى ماما هتبقى ندى، ماما هتبقى مريم، وبابا هيبقى ندى. ان احنا ان انا هلبس لبس بابا، مريم هتلبس لبس ماما، انا لبس ماما كده هتلبس تمام. لبس مريم لا انت لازم تلبسي كل لا انا عايز البس كده. يبقى انت يا مش ماما. انا ماما. لا مش ماما. لا انا ماما. يعني انا هلبس لبسك؟ انت بتهزري اكيد صح؟ عمري ما هلبس لبسك طبعا. ماما عادي طبعا ستنطق. طب انا هلبس لبسك يا بابا عادي يعني. طيب يلا 1 2 1 2 3 3. زي ما شفتوا كده شكلي امور امور تحفه صح. انا هروح الشغل يا بابا. دلك يا جماعه انا احلى حاجه، انا وماما احلى حاجه في يوم، ندى لبس لبس ولد، بابا لبس لبس بنت، ماما لابسه لبس عادي شكله قمر، وانا لابسه لبس ماما شكله حلو قوي عادي. مش علينا، انا اللي هنزل الشارع كده ازاي؟ على فكره بابا يعني انا مدياك بدله
بدله بناتي الناس وسلسله و... ايه ده الناس ممكن اصلا تفتكرك بنوته جايه جديده بس بنتي. طيب طبعا انا مش عارفه حاجه في الشغل اللي انت بتثبتك يعني هروح افهم انا بقى مع السلامه عشان اروح الشغل عشان ما اتاخرش على الشغل. الجمله اللي بتقولها كل يوم الصبح يلا عشان ما اتاخرش على الشغل. مع السلامه يا مريم. مع السلامه يا ندى هتوحشوني. كلوا كلوا اكلكم كله على الغدا ماشي يا مريم يا ندى. مع السلامه. انا مش راضي على الفيديو ده انا عايزه اغيره. كل واحد يلا يروح يروق اوضته. لا يا ماما يا ماما لا يا ماما علشان علشان يا ماما مش هينفع. روقي انت يا ماما. لا يا مري لا يا ماما قصدي انت اللي هتروقي الاوضه لانك انت الماما وانا مش مروقه حاجه. ماشي ولا انا ماشي انا اوريكم تعملي ايه. نطلع بقى كده ماشي انا هعمل لكم بقى الاكل اللي انتم مش بتحبوه احسن تستلوا زي ما انتم بتعملونا وتاكلونا غصب عننا. يا خرب بيتي هروق بس الحاجه دي الاول كده. هنوق بقى يا خرابي لازم نجيب بقى كل الحاجه دي وبيلعبوا كتالي العاب كتير. لا لا نعملهم بقى الاكل هم مش بيحبوه كده استهلوا. تضيف رجة في السلايم ده حط السلايم ده دوم وطينا كل الالعاب. هجيب باسكت وارجع لكم يا جماعة. جبت طبعا باسكت عشان ارمي فيه كل الحاجات دي. زي ما تشوفي في الحاجة متشتشة كلها مكسرة. حطينا الموبايلات ورمين المفاتيح رمينا المفاتيح احنا والله اغبياء اوي. رمينا المفاتيح يا ربي. ايه فيه يا هينا اخيرا خلاص ثاني بس نفسي اعرف فين المطبخ. فين المطبخ بربط الاوضه بقى لما انزل اعمل لهم الاكل هم مش بيحبوه. يلا في ايه يا ماما مش عاجبك الشغلانه؟ لا حلو ادخلوا يلا اقعدوا جوه. لا احنا عايزين نفطر. ماشي طب بقى حطوني هنا يا رب اللي بقى بص نفسي كده. الكرة دي بتاعت مين؟ مين اللي جايب الكرة دي؟ ايه؟ دي انا متفركشة اصلا من لوحدها. لما اروح بقى يلا لما اروح بقى اعمل لهم اندومي اكتر حاجه هما مش بيحبوه. انا امهم بقى انا اتصرف براحتي لهم اندومي وشيبسي. لما اروح بقى اعمل الاكل خربي خربي انا ماما بتحب الاكل ده قوي. فاجئهم انا هعمل لكم النهارده اكل انتوا بتموتوا فيه. ايوه بقى كده ماما احنا نعمل لهم بقى. هجيب الاندومي وارجع لكم. يا جماعه جبت الاندومي جبت 4 اكياس اندومي. لا قصدي الكاس هاي 4 مليانين اندومي في سناكات هاي كمان شيبسيات معاهم. هنجيب بقى الاطباق دلوقتي. فين الاطباق؟
ما اجيب حلة، حلة اعمليها اندومي حلوة زي دي. حلو بقى نعمل اندومي. مفيش طاسة او كده؟ مفيش طاسة كده؟ مفيش طاسة. اجيب طاسة واركعلكم. فطرهم اندومي وعشيهم وغديهم اندومي وعشيهم اندومي، والسناك بتاعهم هيبقى اندومي برضه. طاسة كده نشغل النار ونفتح الاندومي. نجيب الاندومي اهو نفتحه. ده بطعم ايه؟ ده بطعم اللحمة، خضار، جايبة شطة وجايبة حاجات كتير قوي. شايفين كمية الاندومي؟ نملوهم بقى في الطاسة التانية. هملهم الحلة دي اندومي. ده انا عملت بقى اندومي كتير قوي. سيب بقى الاندومي استوى كده. غريبة. لا في حاجة غريبة جدا. انا هروح المطبخ واجي ثانية بس واحدة كده. في ايه يا ماما يا حبيبة قلبي؟ في حاجة؟ وهتقولي في حاجة؟ اندومي يا جزمة اندومي. انا اللي اقولك بقى، انا مش انا الام اعمل براحتي. حتى لو احنا مانعين الاندومي، احنا مانعين الاندومي، ماليش دعوة بقى، انا براحتي. انت بتقولي ايه؟ مش انت انا مش واكله اندومي عموما. ما تاكليش، هناكله انا وندى. ايه ده؟ هناكله انا وبابا. ايه ده؟ ملك ندى؟ قصدك ملك يا محمد. ملك يا محمد. ماما انا عايزه اقول لبابا حاجه بس خايف يزعل. ايه هو؟ طردوني من الشغل. ليه؟ عشان طبعا انا مش عارفه شغل بابا، فما عرفتش اشتغل. اه يعني انت طردتي بابا؟ ابلعي بقى يا ماما، ابلعوا. مش انت اللي عايزين الفكره دي؟ ابلعوا. بس ما بابا ممكن يبقى يشوف له شغل تاني. يعني الشغل ده حتى مش حلو وما عرفتش اشتغل. هو انتوا مالكم كده؟ مش عارفه ايه انتوا مالكم، انتوا الاتنين كده زعلانين في ايه؟ مش عايزة نجيبها لك مرة واحدة يا حبيبي كده بس. هو في ايه بجد؟ اتطردت يا ماما من الشغل. اتطردتي؟ ايه يا ندى اتطردت؟ ينفع كده يا بابا؟ ينفع كده قصدي يا ندى؟ انتي بتتكلمي في ايه؟ الله، خناقة. اروح اتفرج. اتطردتيني من الشغل؟ على فكره بابا انت لو رحت لهم هيرضوا عادي تاني، بس عشان انا اللي ما عرفتش اشتغل اعمل ايه؟ يعني شغلك صعب جدا. انا قلت لك انا مش راضي على الفكره دي من الاول، بتعملوها ليه؟ كنتش عارف ان ده اللي هيحصل. يعني انا قلت عيله صغيره تروح تلعب وتيجي شويه، بس ما كنتش اعرف. هو انا ما كنتش اعرف، انا وقت اتطردت من الشغل. شوف بقى مين هيجيب لكم فلوس. على فكره احنا لو رحت لهم مش هيقولوا حاجه تاني. اه روح لهم النهارده. اروح لهم باللبس ده، ايه رايكم بقى؟ اروح لهم انا الحاجه كوثر، ايه رايك بقى في الفكره؟ لو عرفت ايه الغدا النهارده، اكل اندومي. اندومي يا جزمه، اندومي يا جزمه. انتي مش احنا منعينه؟ انا مامتك، ما ينفعش تتكلم بالطريقه دي مع مامتك كده، عيب. الفكره دي انا عايزه انهي التحدي حالا. ما عادش ينفع التحدي. ما عادش ينفع التحدي لما ناكل الاندومي الاول. انا بصراحه عايزه انهي التحدي. انا اتهزقتي يا بابا في الشغل. اتهزقتي هيترد مع الاندومي. الله اندومي. طب يلا بسرعه تبردين. انا لسه ما كملتش الاندومي اصلا. عامله لك طاسه قد كده، طاسه ومش بس اندومي، وشيبس كمان. الله، بس بقى عاملة قد ايه كمية اندومي؟ عاملة يجي 10. عاملة لينا وللجيران، ما شاء الله ما شاء الله. ونوزع على تلا وياسين، ونوزع على كل ده شوية. امال بس عاملة قد ايه اندومي؟ خرابي خرابي. مش عارفة ده ايه. انا لقيته شيبسي، يعني مش عارفة ده شيبسي ولا لا. لقيته قمت جبته في بس
ناخد بقى التصاطير نحط عليها الشيبس كده، يفتح الشيبسي ده بسكوت تقريبا، طلع بسكوت. انا جايبه منه 4، نجربه. تعالي بقى انا اكل. يلا يا نهار عسل، تعالي ما اتفرجي شويه. تعالي الصراحة الصراحة نحنا ممكن ما عندناش مانع نعمل التحدي ده كل يوم. وانا بصراحة على الاقل هناكل اندومي كل بس يوم. ماما هتاكل اندومي كده كده. انا مش واكلة اندومي عشان احنا انا مش واكلة اندومي. انا مامتك واحنا باباكي، وانتوا زي ما كنتوا بتاكلونا غصب عننا. فاكرة ماما لما كنتوا تاكلينا البوم البسلة واحنا ما بنبقاش عايزين ناكلها؟ كل يا ماما طعمه مش حلو. احسن كل يا بابا. يلا كل، قصدي يا ندى. يلا يا ندى تعالي. والله ما انا واكل. امشي مش مهم. فداك كويس اللي انت مكلتش، وفرت علينا. يا رب التحدي ده يبقى كل يوم يا رب، بس من غير التهذيب بصراحة. بص بقى يا ندى، بدل التحدي ده هيبقى لحد بالليل، فطرنا اندومي، هنتغدى اندومي، هنتعشى اندومي، كل حاجه والاسناك هيبقى اندومي. بصي بقى جبت لك الدنيا لينه يا جدعان. بصي كمان جبت لك ايه؟ نتفليكس. واو هاتي هاتي لحظه واحده مش دلوقتي، احنا شبعنا خلاص. ناكل الشيبس بس بطننا طبعا ما توجعناش، عشان لو بطننا وجعتنا احنا اللي هنتعذب من النوم. انا طبعا هعمل زي بابا، هروح ادخل انام شويه، هلبس البيجامه ادخل انام. لا حبيبتي، هو انت مش هتنامي دلوقتي؟ بابا ينام طول الليل، فانت هتنامي طول الليل. تصبحي على خير، انا هطلع انام. عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ ايه هتطلع تلعب؟ انا هطلع العب، مش انا ده برضو ماشي، ولا يطلع يلعب يلعب ويروق الاوضه بعدين. لا ماما هي اللي بتروق، بدل ما الشبشب والحزام يطلع عليكم. ما شغلش شبشب وحزام قبل كده عليكم. وانا كمان هطلع العب مع ندى. طيب ماشي ماشي، هقول انا لازم اعمل اي حاجه دلوقتي عشان اضايقهم بيها، بس انا ما عادش في افكار في دماغي. الاندومي مضايقهم قوي، في ايه كمان بيضايقهم؟ انا هروق الحاله بتاعه المواعين. ممكن بقى اعمل ايه؟ لازم انام على سريرهم، يعني انام على سريري ما بعرفش انام اللي عليه. طب والله هي عايزه تنام كمان. طب انا بقى هوريكوا صوت الرهيب بقى في الغنى. يا ندى اصحي يا ندى، اصحي يا ندى، ندى في انا بنادي على نفسي. عايزه حاجه؟ وانا بنادي على بابا، على ندى قصدي دي. طب انا هنهي التحدي لحد هنا، انا خلاص زهقت. لا انا هتكلم. وده سيبوا حاجه، وده برضو سيبوا الحاجه. والله يعني انت عايزين تضايقوني؟ امال عايزين ايه مثلا؟ نفرحك يعني؟ وبعدين انت طردتيني من الشغل، انت فاهمه؟ انت مستوعبه؟ مستوعبه حضرتك؟ انا عايزه فلوس. ليه؟ انا اللي عايزه منك فلوس عشان انزل اجيب حاجه حلوه. معيش فلوس، عايزه فلوس مش معايا. انا هنهي التحدي لحد هنا. يلا خلاص، لو عايزين تعملوا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكم تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس كده، لا مش هيبقى في التحدي، وبس كده. باي.